تركمانستان بلاد الترك والإيمان، بلاد يزيد عمرها عن 1300 سنة، يسكنها الترك والأوزبك والكازاخ والأرمن والبلوش، ويتحدث سكانها التركمانية والروسية. استعمرها المغول والسوفييت، واستقلت عام 1991 ميلادية، معلنة بذلك تأسيس جمهورية تركمانستان. وصلت إلى العاصمة عشق أباد في تمام 3:30 فجرا، مطار كبير وجميل وخال من المسافرين. غادرت المطار متوجها إلى مدينة تدعى مرو، وهي مدينة تاريخية تبعد حوالي 375 كيلومترا عن العاصمة. It's easy to find something. I mean, if this was someone's house, let's say, and if you excavate, you might find, I don't know. Maybe gold? Yeah, something like that, you know, maybe it's a... Yeah. Same color. And look at this one, the blue one. This is... Something like, you see? It would go something like this. هنا مدينة مرو، أو كما تسمى مرو الشاهجان، إحدى أكبر مدن العالم في القرن 12 ميلادي، وهي من أمهات مدن خراسان، وكانت موطنا لتعليم البوذية قبل وصول الفتح الإسلامي، كما ذاع صيت المدينة كأحد مراكز الجهاد في عهد فتوحات بلاد ما وراء النهر. اكتسبت مرو أهميتها عندما أعلن أبو مسلم الخراساني بدء السلالة العباسية في مرو، فأعاد تأسيسها واستخدمها كقاعدة لبدء التمرد على الخلافة الأموية. لم تعرف هذه المدينة معنى الرخاء بعد أن وصلها المغول أثناء تمددهم، محاصرين المدينة لمدة 4 أيام، مطالبين أميرها بالاستسلام. دمر المغول المدينة بالكامل بعدما ذبح المغول رجال المدينة ونسائهم وأطفالهم. يوجد في مرو قبرين لصحابيين اثنين. الأول هو الصحابي بريدة بن الحصيب بن عبد الله الأسلمي، صحابي جليل شهد الحديبة وبيعة الرضوان تحت الشجرة، وكان من ساكني المدينة، ثم تحول إلى البصرة وابتنى بها دارا، ثم خرج منها غازيا إلى خراسان فأقام بمرو حتى مات ودفن بها. أما الصحابي الآخر فهو الحكم بن عمرو الغفاري الكناني، صحابي جليل وقائد عسكري من كبار قادة الفتوحات
الفتحات الإسلامية في بداية الدولة الأموية، وكانت جميع فتحاته في المشرق الإسلامي في بلاد خراسان. صحب النبي حتى مات، ثم نزل البصرة وولاه معاوية بن أبي سفيان على خراسان فمات بها. أبو الحارث معز الدين أحمد سنجر بن ملك شاه أرسلان، وهو السلطان السادس بن سلاطين السلاجقة. حكم السلطان السلجوقي في القرن الثاني عشر، وهو ذو أهمية عالية لدى التركمانيين، إذ قام بوضع صورته على العملة المحلية. دفن السلطان في مقبرة قد بناها بنفسه، سماها دار الآخرة، وهي عبارة عن مقبرة متصلة بمسجد. تآكل المسجد بفعل الزمن. يقال أيضا بأن المغول نبشوا قبر السلطان السلجوقي سنجر عندما احتل المدينة بحثا عن الذهب والفضة. غادرت مدينة مرو عائدا إلى العاصمة عشق أباد، العاصمة التي أسميتها بعاصمة الرخام. عشق أباد مدينة يتكون اسمها من شقين، عشق وهو يحمل ذات المعنى في اللغة العربية والفارسية والتركية بأفرعها، أباد وتعني المعمورة. أستطيع القول إن كانت هناك عاصمة لدولة تفكر خارج الصندوق فهي مدينة عشق أباد. لا بد وأن تلاحظ فور وصولك للمدينة كثرة المباني المكسوة بالرخام الأبيض والذي يتم استيراده من الخارج رغم تكاليفه الباهظة، بل ستلاحظ الاهتمام الشديد بجودة الطرق في العاصمة، فضلا عن الاهتمام في تفاصيل المدينة المتمثلة بزينة أعمدة الإنارة والإشارات المرورية واللوحات الإرشادية وغيره. لاحظت أن هناك ثلاثة ألوان رئيسية متكررة في العاصمة عشق أباد، اللون الأبيض والفضي والذهبي هي الألوان الثلاثة السائدة في العاصمة، بل حتى السيارات في عشق أباد لم تخرج عن هذه الألوان الثلاثة. على مفترق المناطق من العاصمة ستجد النصب التذكارية والتي تحرص حكومة البلاد على بنائها. لكل نصب تذكاري قصة ما تم بناؤه حديثا وبتكلفة باهظة. نصب الاستقلال تصميمه مستوحى من الخيمة التركمانية مطلي بالذهب، تم بناؤه تخليدا لذكرى تاريخ الاستقلال والذي كان في تاريخ 27 أكتوبر من العام 1991، ويحيط بالنصب 27 تمثالا لقادة تركمانستان. نصب الحياد كان موقعه في العاصمة قبل أن يتم نقله إلى طرف المدينة في عام 2010. يشير النصب إلى أن جمهورية تركمانستان تتخذ مبدأ الحياد في كل شيء. يوجد أعلى النصب تمثال للرئيس السابق مطليا بالذهب. هذا نصب للذكرى يضم ثلاثة أحداث صارت بتركمانستان. الحدث الأول هو الحرب مع الروس، والحدث الثاني هو الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي، والحدث الثالث هو الزلزال اللي صار بتركمانستان. وألاحظ أن أثر الزلزال هذا عميق جدا في البلد لدرجة أنه الكل يتكلم عنه، ودمر البنية التحتية بشكل كبير، فصار الناس يسووا له ميموريال أو ذكرى. فقام بدء النصب التذكاري هذا خاصة بالأحداث الثلاثة المهمة هذا اللي صارت، الحرب ضد الروس، والحرب أيضا ضد الاستقلال من الاتحاد السوفيتي، وأيضا الزلزال. ونلاحظ أيضا وجود خمسة تصاميم أو خمسة أختام خاصة بالسجاد. المعروف أنه تركمانستان شهيرة جدا بالسجاد اليدوي، وأيضا نلاحظ الأشكال هذه على علم البلاد، على علم تركمانستان، وأيضا في العلم نلاحظ موجود خمسة نجوم
فالخمسة هذه تخص الخمسة مقاطعات الموجودة في تركمانستان، ولكنها برضو موجودة هنا في بالبناية هذه. ودائما في الميادين في المدن في أي تصميم يخص البلاد نلاحظ الخمسة تختم هذه موجودة. وفي سوق السجاد برضو نلاحظ أنه كل السجاد المطبوع نلاحظ واحدة من أشكال هذه موجودة، وكل شكل يرمز إلى مقاطعة من المقاطعات بتركمانستان. هذه النماذج اللي تمثل الحرب اللي صارت ما بين تركمانستان والروس في الثمانينات. وعندنا هذه الأعمدة، أربعة أعمدة بتخص الحرب اللي صارت ما بين الألمان والسوفيت من عام 1941 إلى 1945. وهذا يخص الزلزال اللي صار في عام 1948 بعد 4 سنوات من انتهاء الحرب الروسية أو السوفيتية الألمانية. واللي هناك يخص الحرب ما بين التركمان والروس. على مقربة من المدينة توجد مدينة أثرية اسمها نسا، وهي مدينة أثرية كانت تتبع أقليم خراسان، يقال أنها هي مسقط رأس الإمام النسائي. هنا محطة القطار، أركب قطار متوجها نحو الغرب في رحلة قطار مبيت لمدة 16 ساعة إلى بحر قزوين. مدينة تركمان باشا، أو كما كانت تسمى في فترة الاتحاد السوفيتي كراسنوفودورسك، وهي مدينة مطلة على بحر قزوين. يشير اسم كراسنوفودورسك إلى الماء الأحمر، وتسمى باللغة التركمانية بولسو. نبيت الليلة في صحراء ووادي يانجيكالا. تغطي مساحة الصحاري في تركمانستان 80% من المساحة الإجمالية للبلاد. أنا الآن في واحدة من صحاري تركمانستان. المنطقة خالية تماما من الناس، ما في إلا أنا والسيارة اللي جاي فيها. والحقيقة المنطقة جميلة جدا، وعلى مد البصر أمامي منظر رائع جدا. طبعا الطريق غير معبد في الأسفل، لكن في البداية هو كان معبد لكن بشكل سيء وقديم للأمانة. وجميل المنظر رغم صحراء الشمس، لكن الجو هنا شوي أبرد من المدينة. ولو أن أشعة الشمس حارة، درجة الحرارة الآن 35، لكن الليلة بتكون في الليل بيكون أبرد شوي. فراح نخيم هنا الليلة اليوم إن شاء الله،
وبننام الليلة هنا والصباح بنكمل. نسير الآن باتجاه الشمالي الشرقي من البلاد إلى الحدود التركمانية الأوزبكية. في الجزء الشمالي الشرقي من البلاد وعلى بعد 250 كيلومترا عن العاصمة يوجد ثلاثة تجويفات ضخمة لا يعرف سبب تكونها، وهي مليئة بالغاز. رائحة الغاز منتشرة في أرجاء المكان. هذه أحد الفوهات، الفوهة الثانية غير الأولى اللي كان فيها ماء. هذه مليئة بالغاز، في رائحة غاز والنار هنا تحترق على مدار الساعة، وفجأة صار انهيار من شوي كان مخيف، وهذا أثر الدخان. دوازة أو كما تسمى بوابة الجحيم اشتعلت بالنار في عام 1971 على أن تستهلك النيران الغاز خلال بضعة أيام، ولم تنطفئ حتى يومنا هذا. كونيا أورغنج أو كهنة غوغانج، وهي عاصمة خوارزم السابقة. كانت كونيا أورغنج تنافس في شهوتها وتجارتها مدينة بخارى بسبب موقعها الاستراتيجي، إلى أن لم يتبقى شيئا من أثر المدينة بسبب اجتياح المغول وتدميرها، وهي آخر المحطات في تركمانستان.